أسئلة: هل يجوز العمل في سوبر ماركت يبيع السجائر؟ يجوز إن كنت لا تبيع أنت السجائر، عنده أكثر من عامل، أنت اجتنب المحرمات. المحرمات، بيع المحرمات مما عمت به البلوى، خاصة بالنسبة لمن يعيشون خارج بلاد المسلمين وفرص العمل قليلة. فنقول لك المهم أنك أنت لا تباشر بيع المحرم. إذا في أقسام خمرة اعتزلها، دخان، سجائر اعتزلها، ما دمت تعمل في إطار السلع المحرمة فعليك ما حملت وعليهم ما حملوا، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، كل نفس بما كسبت رهينة. وطبعا إن تيسر لك عمل آخر ليس فيه هذه المناكر فهذا أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وإن عملت في هذا المكان يا ولدي، ضع في قلبك نية التحول إلى مكان يدور في فلك السلع المباحة ولا تشوبها من المحرمات شوائب، عند أول القدرة على ذلك. وأسأل الله يا ولدي لك التوفيق والسداد والرشاد.